حجم إنتاجهم الشهري. كل هذه صارت، وفي تعديل كان أعتقد يتعلق بدولة أخرى. لما ذكرت أنت اجتماع مارس سيء الذكر، أنا لا أعرف إن في دولة جت وذكرت أنه عندها مشكلة في موضوع حصتها أو الآلية التوزيع. في 18 في أكتوبر 18 كان في بعض التعديلات اللي طرأت، منها للكويت، منها لكازاخستان، منها لنيجيريا، أعتقد في كذا دولة، أذربيجان، بس في آلية قائمة. لكن هذه الآلية لها منهجية ولها أسلوب ولها جوانب فنية. الانتقائية صعبة، ولا يعني مع احترامي أنا لا ما أسمع في كل ما أعرفه في أوبك ولا أوبك بلس، وللأسف يعني مع أنه تكبير لسني بس هذا واقع، أنا لي أحضر اجتماعات أوبك 34 سنة، أنا ما أعرف أنه في دولة جت في يوم ما، ولأنه انفرط السوق وزاد إنتاج أي دولة ما، أنها تأخذ شهر واحد وتعتبر أنه هذه طاقتها الإنتاجية وهذا الأساس إنتاجها. مطلب الإمارات لبنى هو العدالة فقط في الاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل، وهذا حقنا السيادي أن نطلب بالمعاملة بالمثل أو بالمعاملة بعدالة مع باقي الدول. لا يعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر من ما يعني صبرنا وضحينا. نحن نقدر تضحيات كل الدول في خفض الإنتاج شاركنا معهم، ولكن بالنظر إلى خطوط الأساس أكثر دولة تضررت هي دولة الإمارات، ومع ذلك إنتاجنا كان أو التزامنا كان 103%. كان بإمكاننا أن نوجد لنا أعذار ولا نلتزم التزام كلي، ولكن دولة الإمارات كما يعني عهدتها المجموعة دائما تلتزم بما تقوله، ونحن ملتزمين إلى إبريل. دخولنا وإجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الإنتاج لا نرى أن هذا طلب منطقي حتى لو اتفقت عليه كل الدول، لأن موقفنا يختلف عن هذه الدول. ونحن على استعداد أن تشكل لجنة من جهات مستقلة تنظر إلى التظلم الذي تقدمت به دولة الإمارات، ولا نطلب أكثر من العدالة. هذا موقفنا، ونعتقد أن هذا سوف يأخذ وقت، لذلك اقترحنا فصل قراري التمديد عن زيادة الإنتاج. القرار الآن يجب أن نركز على زيادة الإنتاج، ولدينا الكثير من الوقت، وأنا مؤمن بالحكمة التي يتحلى بها أصحاب المعالي الوزراء، وإن شاء الله سوف نصل إلى حل إذا تم فصل القرارين هذيل عن بعض، وتقدم دولة الإمارات كل المستندات التي تثبت مظلوميتها في تمديد الاتفاقية تحت نفس بنود